السلام الله عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم إن شاء الله سوف يكون على الحجامة الجافة. إذن في هذا الفيديو سنشاهد معا تعريف الحجامة الجافة، أدوات الحجامة الجافة، أماكن الحجامة الجافة، أيهما أفضل، الحجامة الجافة أم الرطبة، ما هي شروط الحجامة الجافة، وكذلك سوف نتطرق إلى منافع الحجامة، المنافع والأضرار. إذن خليكم معي. إذن كما كتلاحظوا هنا، هذه الباكسة فيها ما يسمى باللغة الإنجليزية ثيرابي كابين ثيرابي، هي عبارة على حجامة اللي كنعملوها بالكؤوس اللي كيكونوا من الزجاج او البلاستيك. اذا انا عندي هنايا اكواب ديال البلاستيك. اذا كما كتعرفوا الحجامه عندها العديد من المنافع، ويمكن نستعملها على الظهر، الصدر، الكتفين، الساقين، والفخذين، اليدين، والساعدين، اينما كان عندكم محل ديال الالم كنستعملوها. اذا من شروط الحجامة الجافة، فلازم تكون سلامة الجلد من الجروح والالتهابات، يعني ما يكون شي انفكشن ولا شي مشكل، وكذلك سلامة القلب والشرايين، لانها بسبب توسع الاوعية وزيادة جريان الدم الذي تسببه الحجامة، وألا تجرى الحجامة للأطفال. إذا هذه نوريكم الطريقة، سهلة جدا، هذه الحجامة الجافة اللي ما كنحتاجوش أن نشرطو بداك الشريط باش يخرج الدم. إذا من فوائد الحجامة تحسين جريان الدم ودعم الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم المرتفع، علاج فقر الدم والهيموفيليا، تقليل التهاب في الجسم والمساعدة على الاسترخاء وراحة العضلات والمفاصل والعظام، تقليل الآلام وعلاج الآلام المزمنة، علاج ألم أسفل الظهر وألم الفقرات الرقبية، علاج الدوالي، تخفيض شحوم الدم، تخفيض سكر الدم وعلاج السكري، وتعزيز الجهاز المناعي في الجسم. أما أضرار الحجامة الجافة، فالحجامة الجافة إجراء آمن على العموم. إذا أضرار الحجامة الجافة، ألم في موقع تطبيق الكؤوس، الانزعاج وعدم الراحة بعد الحجامة. اذا هذا الشيء علاش غادي نوريكم في الفيديو، من تكونوا كتحاولوا في حال تعملوا شفط، ما تزيروش بسرعه، او باش ما ي... لان الا كان الضغط اكثر فكيدي لخروج الدم. اذا غير شويه كاول واحد غادي الحجامه، ففقط كبسه زر خفيفه. انا غادي نوريكم دابا ان شاء الله كيفاش الطريقه. اذا فهي امنه، ما عندها زعما شي اضرار، بالعكس عندها فوائد كثيرة. الفرق اللي كاين بين الحجامة الجافة والحجامة الرطبة، الرطبة بمعنى هي اللي كنستعملوا فيها الشريط وكيخرج الدم، لكن هذه حجامة بدون يعني جافة، بدون استخراج الدم. انتم غادي تشوفوا معايا، فقط كنعملوا ضغط وسحب ومساج، ومن بعد هذاك الدم اللي كيتجمع تما من بعد كيطرخى، ويقولون ان هذاك الدم من بعد من كيطلع الدوره الدمويه كدور في الجسم، وداك الدم اللي كيتجمع تمايا، داك السموم كلها اللي كتجمع تما كتخرج عبر الجلد. نقطه اساسيه هنا، قبل عمل الحجامه فدهنت الموضع بالزيت، اي زيت، زيت ارغان او زيت اللوز الحلو، كندهن به الموضع سواء كان الظهر او الرقبه مزيان، وكنعمل مساج. عاد من بعد كان كما كتلاحظوا انا دابا كندير كابين مساج بهذا، راه الا شفتوا راه في داك الكاس فيه الضغط، وراه مهزوز، كتشوفوا شي شويه ديال اللحم طالع فيه. اذا هكاك كنبقى غادا بشوي بشويه وكنعمل مساج، فهذه كتنفع جيدا باش داك الالم ديال الكيسان ما يضرش، وراه ما كيضرش بزاف. اذا كما قلت سابقا، الاهميه ديال دهن الجسم باش كيخلي واحد السهوله، واحد السلاسه، ان المساج يكون باش دوك الكابس دوك دغيا كيزلقوا في الجسم. اذا ضروري يكون الموضع مزيت شي شويه، ماشي ناشف. اذا بهذه الطريقه
فقط كنصي بها مرة في الأسبوع، فهي جد رائعة، خصوصا لو كان عندك ألم الظهر، ألم أسفل الظهر، أو لا ألم الرقبة، فصراحة من كديرها كتحس بواحد الفرق. شنو هو الإحساس اللي أول مرة أنا اللي حسيت به؟ كتحس بالخفة، بحال سبحان الله الدم خفيف عندك في الجسم. وحتى اللي عنده الشقيقة أي حاجة راه مزيان الحجامة. ولا بغيتوا المعلومات كثيرة عليها كما قلت قلبوا عليها أونلاين، وراه غادي تلقاو مقالات ومقالات عديدة على الحجامة. إذا هنا من بعد ما كان سالي كنتأكد بأن ظهر ديالو راه باقي يعني رطب بالزيت، وكنعمل مساج. فكما قلت جربوها وكتبوا لي في التعليق. بالنسبة اللي بغى يشري هاد الكابين، هاد الكؤوس، راه موجودين أونلاين في أمازون ورخيصين، يعني كتضمونديها وكتجي لك حتى للدار. إذن كما كتلاحظوا هذه هي النتيجة. وحاولوا ما تديروهاش حتى تيمشيو، من بعد أسبوع هذوك لي طاش كيمشيو. شكرا جزيلا، وإلى فيديو قادم. لا تنسونا من دعم هذا الفيديو. وبالنسبة اللي كيعجبو المحتوى اللي كنحط، فيدعمنا بلايك واشتراك. فدائما نحاول أن يعني نحضروا لكم ونجيبوا لكم الجديد، وبدعمكم تتكبر القناة. شكرا جزيلا. اللي كيشوف أول مرة القناة ديالي فكرحب به، ودائما أرحب بالناس القدامى. شكرا جزيلا، وترقبوا فيديوهات قادمة كثيرة وعديدة إن شاء الله في أمان الله وحبه.